عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في باتيسي. هذا باتيسي هذا سي كوا؟ سي ان نوفو برودوي اللي خرج سوغ لو مارشي، ان برودوي اكسيلون. دوزوا معايا تشوفوا الطريقه تاع الحلوه اللي خيرت لكم اليوم، اللي هما سي دي فينغر بلي كاكاوات. للمقادير هنا واش لازم منا؟ عندنا باش نديرو اون باتا فرونسي فيها 250 غرام تاع الفرينه، فيها 125 غرام تاع مارغارين، فيها 100 غرام تاع السكر الناعم، ونجمع الخليط بحبه تاع البيض الوزن تاعها 50 غرام. ومن بعد واش عندي؟ عندي فوقها كراميل بيرسالي اللي فيه 200 غرام تاع السكر، فيه 180 غرام تاع كريمه، وفيه 60 غرام تاع الزبده. ومن بعد واش نزيد ندير؟ لي كاكاوات كراماليزي هما الصح. واش لازم لي؟ لازم لي هنا 200 غرام تاع الكاوكاو يكون مقرط مقشر بيان سور، نزيد عليه هنا 25 غرام تاع الماء، ونزيد عليه هنايا 100 غرام تاع السكر. هاد الماء والسكر يطيب لي 110 دوغري، ومن بعد نرمي لي كاكاوات تاعي. هذا مكان دوزوا معايا. ناخذ هنا الشوكولا كيما قلنا شوكولا باتيسي. هنا ناخذ نوار، ونزيد ناخذ تاني اولي. دونك هنا حنخدم دو برودوي، يعني حندير مزيج تاع شوكولا اولي مع شوكولا نوار. بسم الله. هنا شوكولا اولي راح ناخذ كما راكم تشوفوا هنايا قاطعينهم دي باغ تاع 25 غرام. دونك انايا راح ناخذ هنايا 50 غرام من شوكولا اولي. ونزيد ناخذ ثاني 25 غرام من شوكولا نوار. هنا ناخذ 25 غرام. كما راكم تشوفوا من في التقطاع شوفوا لي سهله، نحطها هنا في لابيير. هنا ابتي فو. هنا درت اميلونج تاع شوكولا نوار مع شوكولا اولي. هادي باش ندير بها انغاناش، نخليها الدوب ونحرك الشوكولا تاعي. كيما راكم تشوفوا الشوكولا هادا وين حطيتها هادا وين بدات تدوب ليا. هنا اونطرطون ناخذ اون اوتر كاسرول اللي هي هادي، ندير فيها الماء، ندير فيها السكر، هذا نحطه فوق النار حتى يلحق لي 110 دوغري. ناخذ اون اوتر كاسرول، واش ندير فيها؟ ندير فيها السكر، السكر تاعي اللي قلت لكم نحرقه باش نديرو كراميل ساك. هنا كما راكم تشوفوا عندي 3 كاسرول، وحده راني ندوب فيها الشوكولا، وحده راني حطيت فيها الماء والسكر باش ندير لي كاكاوات كراميليزي، والاخرى باش ندير الكراميل بيرسالي. الكراميل تاعي 200 غرام تاع السكر نرميه اون 3 فوا، ومن بعد ندي كلاصي ب 180 غرام تاع كريمه، وما ننساش بيان سور لا بانسي دو سيل. واش ندير؟ ناخذ هنا لا كيف تاعي تاع البيتران. واش ندير فيها؟ ندير فيها 250 غرام تاع الفرينه اللي كنت ذكرتها في المقادير، نزيد عليها 125 غرام تاع المارغارين ولا تاع الزبده، ونزيد عليها السكر غلاس اللي قلنا 100 غرام. هنا وما ننساش لا بانسي تاعها.
هنا راني حندير ان سابلاج، نخليهم يتصابلاو تري بيان، ومن بعد نجمع الخليط تاعي بحبه تاع البيض. بسم الله. دركا نرمي الحبه تاع البيض باش تنظم لي كامل لاباط تاعي. هاد العمليه تقدروا ديروها باليد يا فات بروبليم. هنا سي بون، دوك واش ندير؟ كي لحق لي 110 درجه نبدا نرمي هادوك الكاوكاو اللي قلنا 200 غرام. ناخذ اون كويير اون بوا اللي هي هادي ونخلط. هذا نخليها، هادي سي بون. هنا الكراميل تاعي اللي قلت لكم كراميل بيغ صالح تيذوب كامل السكر، باش نرمي السكر تاعي نرميه اون 3 فوا. دونك رميت لا بروميير بارتي نخليها تذوب، ومن بعد نزيد لا دوزيام بارتي، ومن بعد نزيد لا ثوازيام بارتي. دونك عيني على الشوك، عيني على الكراميل وراني نخدم. هنا ناخذ لاباط تاعي، ليك لاباط تاعي. هنا قلت دي فينغور، دونك لازم لي هاد لي مول، هاد لي مول موجودين في السوق. ناخذ بابي كويسون، هنا نحل لاباط تاعي اونتر دو فوي باش ما نزيدلهاش الفرينه. بسم الله. هكذا هاي ليك لاباط تاعي. هي دو بريفيرونس لا بات تاعكم تحطوها في الفريجيدير باش تعاونكم اكثر واكثر. هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا ولا لي كاكاوات تاعكم ملحين ما تزيدوش الملح. انا لي كاكاوات تاعي ماشي ملحين، دونك لازم نزيد الملح، والملح زيدوا كميه. كراميل تاعي كيما راكم تشوفوا تحرق لي كراميل ساك. هنا جو في ديغلاسي، قلت لكم 180 غرام تاع الكريمه. هنا 180 غرام تاع الكريمه و 50 غرام تاع الكريمه نزيدها مع الشوكولا باش تولي عندي اون غاناش. دونك هنا كنت وزنت 180 غرام للكراميل. كراميل تاعي واش نزيد له؟ نزيد له الزبده.
هنا كما راكم تشوفوا لي كاكاويش تاعي راهم واجدين، نخليهم يبردوا. هنا الكراميل تاعي كيف كيف راه واجد نفرغه في ريسيبيون ونخليه يبرد اللي هو هذا. هنا الكراميل واش نزيد عليه؟ نزيد عليه 25 غرام، نزيد عليه 25 غرام دو شوكولا باتيسي. هنا حنزيد بالحليب اوليا تعطي له ان تري بون جو. هنا لي 25 غرام نرميها هكا 25 غرام ودوب وحده. هنا كيما راكم تشوفوا لا غاناش تاعي راهي واجده، دوك واش ندير؟ نخليها تبرد ومن بعد نضربها ليجيرمون. الكراميل بيرسالي تاعي اللي زدت له 25 غرام دو شوكولا ثاني نخليه يبرد. لي فينغر تاعي نطيبهم في فرن درجه حرارته 160 درجه يطيبوا لي 25 دقيقه. لي كاكاوات كراميليزي تاني نخليهم يبردوا. فاصل صغير ونعاود نرجع لكم ان شاء الله باش نكملوا لا فينيسون تاع لي فينغر تاعنا. هنا نبدا بالكراميل هو الاولاني. هنا الكراميل كي يزيدوا له الشوكولا يولي هايل. ناخذ لا بياس تاعي وندير هذاك الكراميل هكذا هكذا. هنا تقدروا تحكموا لا سباتول كودي وتليسيوها كوم تقدروا تخلوها كيما راهي باسكو راني حنغبرها كامل بلي كاكاويت هادو. هكذا ندير هنا اون بتيت بوينت هنا هكذا نحط فيها هاد لي كاري تاع الشوكولا اللي كنت خدمتهم بالشوكولا باتيسي هكذا. كما راكم تشوفوا هادو هما لي فينغر اللي خيرتهم لكم اليوم اللي كانت وصفه بسيطه. نتمنى ان شاء الله وصفتي كانت نالت اعجابكم. في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.